مساء الخير واهلا بيكم اسبوع جديد وكلمه اخيره حلقتنا النهارده كلها اخبار سنتابع فيها مستجدات الخلاف حول سد النهضه حيث صعدت مصر اعتراضاتها دوليا فتقدمت بخطاب لمجلس الامن التابع للامم المتحده تعترض فيه على نيه اثيوبيا الاستمرار في الملء الثاني للسد كما طلبت مصر والسودان عقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجيه العرب على هامش الاجتماع التشاوري بالدوحه لمناقشه الامر، فما نتيجه كل هذه المحاولات وهل يجدي هذا المسار؟ آه ونحن على بعد ايام قليله من الوقت المزمع لبدء الملء الثاني للسد اللي بيجي مع بدء الفيضان آه اشهر الفيضان المرتفع.